عشرات المدن والمناطق بولاية جنوب كردفان باتت تعاني نقصا حادا في الغذاء والدواء، الأمر الذي دفع المواطنين لتناول أوراق الأشجار لسد الرمق، وذلك بسبب الحصار المفروض على الولاية المحاذية لجنوب السودان منذ أكثر من عام. هذه الأزمة يمكن تحولت إلى مجاعة عانى منها المجتمع هناك بصورة كبيرة جدا بسبب ضيق الرقعة الأمنية، فشل الموسم الزراعي السابق والموسم الزراعي الآن، وصعوبة وصول المعينات الغذائية والدوائية. عانى الناس كثيرا من المرض والجوع وسوء التغذية للأطفال والنساء، الحمى خاصة وكل الفئات الضعيفة. محاولات دولية بدأت بجوبا عاصمة جنوب السودان لإحداث توافق بين الجيش السوداني والحركة الشعبية بقيادة الحلو التي تسيطر على غالبية المناطق لإيصال المساعدات الإنسانية، لكن فشلها في ذلك دفع المواطنين لإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات لتوفير وجبات جماعية وأدوية للمواطنين الذين باتوا جميعا في دائرة الاحتياج. نحن وافقنا على عدد من المعابر الحدودية وعلى عدد من المطارات عشان نسهل لهذه الجهات، هذه المنظمات، انها توصل الدعم الانساني لهؤلاء المتاثرين. فتحنا عدد المعابر في مع جمهوريه مصر العربيه، مع دوله جنوب السودان، مع دوله تشاد. ولاية جنوب كردفان محاصرة من قبل الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع، وتعتبر الولاية الوحيدة التي لم تصلها المساعدات منذ بدء الحرب، لتصبح الآمال معقودة على مفاوضات جنيف لإنقاذ حياة ملايين السكان في تلك الجبال والغابات البعيدة عن المركز. بعد تعذر وصول المساعدات الإنسانية لولاية جنوب كردفان، يبدو أنه لا سبيل أمام طرفي الصراع سوى السلام، يقول مراقبون. فالمنطقة على وشك كارثة جوع ربما تكون الأسوأ في العالم. لقناة اليوم، محمد العبادي، بورت سودان.